بصراحة. نعم يعني أنا قلت لهم للأمريكان، قلت لهم ترى إذا بقى شهرين جيش أمريكي بالعراق ترى راح يصير مقاومة لها بداية ما لها نهاية. أول من تصدى لي بول ولفوس مستشار السياسي لوزير الدفاع، إلى أن انساق بصاروخ هو بغرفته بغرفة نومه في فندق الرشيد، أي ضرب صاروخ من المقاومة وجاني يركض هو العفو طالع بالجنطة مالته، بس قال لي هاي صدق انت حكيت؟ قلت له صدق، هو ما نكذب احنا على نفسنا، من نكذب عليكم نكذب على نفسنا معناها. فلهذا اخي الكريم استاذ نجم بصراحه العراق الان تقريبا وصل الى مرحله عدم الاستطاعه للاصلاح. اذا ما راح نلحق الان والشيع السوداني يلحق يسوي شيء، ترى اقرا السلام على العراق. جاني تقرير مؤخرا من العراق من جهة من الجهات يقول هاي المعارك الأهلية هسه تدور بالعراق قد تتحول إلى حرب أهلية بالعراق على النطاق العراق كله لا سمح الله. يعني انفجارات بالبصرة، ترتيبات بالأنبار، مدري وين أكو مشاكل، فهاي بالنتيجة تتفاعل وتتدخل وحدة باللخ وتنتهي في حرب أهلية بالعراق. فهاي السياسة لا تنفع، ويجب أن تعاد النظر، يعاد النظر بها بتركيبة السياسية. يعني معقولة العراق نضب ما بي رجال يجون يستلمون مجلس النواب؟ معقولة بهالشيء هذا؟ هل يعقل هذا العراق؟ العراق ولد آلاف الناس الخيرين الجيدين الممتازين على الصعيد القومي مو على الصعيد العراقي. زين طيب دكتور وين النتيجة؟